دلوقتي بقى هنعمل وصفه لذيذه ومختلفه، عباره عن كرات كده من البطاطس محشيه فراخ وفيها كمان سبانخ. تعالوا نشوف كده عامله ازاي. بصوا شكلها عامل كده، الكرات نفسها من البطاطس وفيها سبانخ وجواها الحشوه وجوه بشاميل وعليها جبنه، فحاجه كده متكامله جميله بس مش للسبع خطوات. هقول لكم على المقادير، يلا بينا. دي حلوه قوي بقى للاطفال كده اللي ايه غذاها قليل وبسيط، عايزين تحط لهم السبانخ ما يبقاش باين بس بيحبوا البطاطس، تبقى لذيذه قوي. كرات البطاطس بالسبانخ والبشاميل. اول حاجه معانا كيلو بطاطس مسلوقه مهروسه، معانا كوبايه ونص سبانخ مفرومه ومعصوره كويس جدا، 3 مكعبات زبده، ومعانا كوبايتين لبن او حسب الاحتياج، بصل بودره وملح وفلفل. للحشوه معانا نص كيلو صدور فراخ مكعبات، مشروم شرايح، بصله كبيره مفرومه ومشوحه، معلقه زيت وجوز الطيب وبابريكا وملح وفلفل. ومعانا 3 معالق كبار زبده و3 معالق كبيره دقيق، لتر لبن، ملح وفلفل، جوز الطيب دوت للبشاميل. ماشي. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا الاول الطاسه دلوقتي سخنه جدا معايا، احط فيها شويه من الزيت عشان هنزل بالفراخ. يلا بينا. ملح وفلفل، وهنسيبها بقى تتشوح حلو كده، ونخش على البطاطس. للبطاطس انا عندي للبطاطس البيوريه، انا عندي البطاطس خلاص مهروسه، هحط عليها بقى ايه، استنى هاخد شويه على جنب هنا كده عشان نعملها مع بعض، عشان هي بتشرب كتير، فهنعمل شويه غنانين الاول على جنب. اهو بطاطس، بنزل في البطاطس بشويه الحليب وشويه الزبده السايحين، شويه بودره البصل وملح وفلفل، بس نقلب هنا الاول. ملح وفلفل، نقلب وبعدين ننزل بالسبانخ، يبقى كده جاهز معايا عشان اكور. بزود بس البطاطس حسب بقى الاحتياج عشان اعرف ان انا ايه اشكلها، لان هي بطاطس تشرب معايا، فيبقى كده معايا بطاطس من بره عشان اعرف اشكل فيها. احط بس السبانخ المعصوره تبقى متصفيه كويس جدا عشان متنزلش معايا ميه خالص. وصفة تعتبر مختلفة وجديدة مش تقليدية في مصر خالص. تمام، ننزل بقى تاني بالبطاطس لغاية ما احس انها اخدت الايه القوام اللي يتشكل معايا. ما ننساش البتاع ده، نقلبه. الفراخ، ننزل بقى على الفراخ بالمشروم والبصل المكرمل اللي معايا جاهز خلاص. والبصل وعليه بالبهارات الحلوة اللي معانا، بابريكا، ونظبط بالملح والفلفل. مش هنكتر عشان كنا حاطين في الأول ملح وفلفل على الفراخ.
في بابريكا مدخنه بتبقى لذيذه قوي كمان، ممكن تستخدموه. انا زودت شويه بصراحه، هبتدي طعم الايه البابريكا بزياده. طيب نشيل بقى كده دول ونبتدي بقى نظبط البطاطس. البشاميل بقى لو لحقنا، لان البشاميل ده عملناه كتير قوي 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 قوي، يعني مش محتاج ان احنا كل مره نعمله. هشرح لكم بس الطريقه. تمام، حلو قوي كده. هنبتدي بقى ان احنا يفضل برضو انها البطاطس بعد كده تتساب تبرد شويه، لان الزبده اللي معانا هتخليها تمسك، هتخليها تبقى سهله التشكيل. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ دي الحشوه اللي بردت معايا وجاهزه خلاص، وده البشاميل. هبتدي بقى ان انا مش عارفه البطاطس يا ياسمينة كانت معمولة فيها مية شوية، لان انا يعني مش ما مسكتش معايا خالص. عادة بتشرب كتير قوي 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 معانا. يعني كان فيها سائل الزرع او اتسلقت. بصوا بقى مهمة جدا النقطة دي، لازم البطاطس لو انتوا هتشكلوها ما تسلقهاش ابدا في مية، تقطعوها تسلقوها في مية كده. ليه؟ لان هتشرب معاكم مية، لازم تسلقوها بقشرتها علشان ما تشربش معاكم ميه وتتشكل، وتعرفوا تزودوا لها بقى الزبده واللبن. لكن لو استوت بطريقه تانية اي حاجه بقى تتحط عليها هتبقى اصلا فكه خلاص.